قرار الاضراب جاء نتيجه ديال عدم صرف اجور ديال العمال الجماعيين والعمال المدمجين بعقود مباشره، وكذلك عدم صرف اجور ديال المنحه السنويه وغياب الطبيب والمستودعات، وكذلك عدم ترسيم العمال اللي استوفوا المده القانونيه المعمول بها قانونا، وكذلك عدم تضمين البيانات الاداريه لاقدميات العمال. هذا بالاضافه لغياب امكانيات العمل ووسائل ديال العمل للعاملين اللي كيشتغلوا في ظروف هي مزريه وظروف غير مشرفه ادميا. وكذلك نبهنا الى خطوره انه يبقى هذا الواقع ديال القطاع النظافه بهذا التدهور، ونحمل السيد نائب رئيس الجامعه المسؤول عن تدبير المفوض كامل المسؤوليه السي محمد حدادي، نحمله المسؤوليه ديال هذا الواقع المأساوي ديال القطاع. كنا عندنا على اضراب ديال 24 ساعه، ونتيجه عدم استجابه ديال المسؤولين لهذا الاضراب مع كامل الاسف كنلاحظوا غياب ديالهم، وهذه ماشي من الادبيات ديال المهنيه انه ما تحاورش المسؤولين النقابيين وما تحاورش تسامع المشاكل ديال العمال، خاصه انه القطاع في المنطقه ثلاثه واقف 100%. وكذلك ارتعوا الاخوان انه يتم اضراب لتمديد ديالو لمده 48 ساعه الى غايه يوم السبت. خدامين حنا في هاد الشركة قسيطة كازابلانكا، كان جايبين كتجيب لنا كساوي، جاب ليكات من صبابط، من نهار اللي مشات هاد الشركة دخلت ميكومال، هاد الشركة ميكومال ضربت 6 شهور مشات بحال هادا، وجات تيريشبون هاد الشركة هادي. باش حنا خدامين معاها في العيد الكبير ما كناش غنتخلصوا، خلصوا شي وشي الاخر، الشي الاخر ما عطاوهمش باش صبابط، ما عطينا لك تاوي صبابط. وشوف شوف حنا ولينا خدامين بالصنادل هذيك الكونجيات. انا كنت سال سيطا، كنت سال من 1000 ديال 2000 ديال 2000 ديال 2000 2017 2016 و 2019 ديال الميكومار اللي مشات بحال هذا. كنخدموا حنا بالحويجه الشركه القديمه دابا اللي عندنا، اللي عنده شي صنداله كيلبسها باقي فهمتي الحويجه باش كنخدموا ديالنا القدام، باش كنخدموا ديال الشركه القديمه. دابا السيطه مشات ودري شبول سينات، السيطه كانت سالوها كونجيه، دابا مشات ما خلصنا الكونجيه ديالنا لا والو. هاد الشركه دابا جات ما كنت دابا 5 شهور وباقا ما تخلصناش. الناس عندها وليدات، الادوات، كاين اللي كيتسالوا كريدي تريتا، اللي عنده مريض، الكرا، مشاكل. اخويا انت كتشوف الحاله كي داير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.